يعني مثل بأحلى لقائتك كمان، والكلام اللي قلته إنك ما بتريد بعين تضحك العالم بعين تبكيهم، بدك اثنيناتهم يضحكوا واثنيناتهم يبكوا بالعينتين. صحيح. شو الهدف وراء هالكلام؟ عيوني لأنه لك ال 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 الضحك أو الفرح الدائم بيوصل إلى حلم كاذب، واليأس كمان يوصل إلى الإحباط إلى الانتهاء. مشان هيك لازم يبقى الواحد في خط تماس. شوفي لو الأحداث اللبنانية ما كنا استعملنا خط تماس، شوفي شو إلى فائدة بقى الأحداث. يا هل ترى بحياتك كمان هيك عادة أستاذ أوريت؟ في أفزات بين الفرح والحزن ليكون في توازن بحياتك عامة؟ أنا بلاقي الفرح والحزن إني عاطفة واحدة أصلا، مش عاطفتين. كيف بيتلون؟ اصلا هلا ودعي حدا عزيز على قلبي مسافر، تقومي بتبكي، استقبليه بعد غياب من الشوق تبكي. فالفرح والحزن تعبير عنهم الدمعة. والحقيقة باعتبار كيميائي انا، فالفرق بين دمعة الحزن ودمعة الفرح هو انه دمعة الحزن ملوحتها من الناحية الكيميائية ازود شوي، في شوية ملح اكثر. ايه لازم واحد يدوق، مشان هيك تحرق شوي، مشان هيك بقول لك انه حرقتني دموعي، بس ما حدا قال حرقتني دموعي من الفرح، لانه فعلا بيك ملوحتها اكثر شوي. يعني نحن بنشكرك على هالتوضيح الاكثر، فرح نستوضح منك شغلة. اذا كيميائي لا، لانه مش حافظ غيرها. استاذ وريد، المعروف انه على طول عندك مداخلات بكتابات النص والسيناريو، يعني بتدي رأيك، وتعاملت بمجمل أعمالك مع الكاتب المهوت، لكن مؤخرا عرف أنه حبيت تنفصل وتكتب أنت أعمالك المسرحية منها السينمائية. ليش؟ شو لقيت عن ذاتك أكثر لتعطي؟ عيوني بدون شك الأستاذ محمد المهوت كاتب كبير وشاعر كبير، وأنا تعلمت منه كثير وبحبه وبحترمه، رغم أني مثلا مختلف معه بوجهة النظر. وهذا شيء مشروع، يعني في بعض الأحيان أنا ابني بختلف معه بوجهة نظر، بس مش هذا بيقطع علاقة البنوة والأبوة بيني وبينه. ومشان هيك يعني الأستاذ محمد بريد الكوميديا سوداء، يعني هو بريدها واقعية، بجوز عنده حق، أنا بريدها كوميديا سوداء، لكن لا تخلو من فسحة أمل. بجوز أمل كاذب، لكن كمان ما أضيق العيش لولا فسحته الأملي. أستاذ وريد، اهتميت مؤخرا بمسرح الأطفال، ليش هالنقل النوعية؟ عيوني أنا بحب الأطفال، ومن زمان متمني أقدر خاطب الأطفال، بس كنت دائما أبعد عن هذا الموضوع لأني بخاف عليهم وبحبهم كثير. لأن عندك فكرة ستي أنه الطفولة مملكة كتير عجيبة وكتير أسوارها عالية، وما بيسمحوا لحدا باختراقها أبدا، الأطفال إطلاقا، إلا إذا كان طفل منهم. أنا هلا أولادي عم يحكوا لي شو كانوا يعملوا فينا ونحن مش دريانين، بس خاص. ايه بس اكيد قايلين لكل رفقاتهم بالمدرسه شو عم يعملوا بالبيت، نحن هلا لدرينا. انا هلا عرفت شو كانوا يعملوا فيك. فعلت؟ بجوز كنت يعني حسيت حالي انغشيت، بس لما تذكرت ما نحن كنا نعمل نفس العمل. انا بيوم صور بفيلم الكفرون اجا كنا باللاذقيه بالاوتيل، فمعي ست اطفال كانوا، جو اجى المساعد المخرج قال لي عجل استاذ، الاولاد في اثنين من الاولاد عم يتقاتلوا بالغرفه الثانيه. ركضت فتحت الباب، واحد نزل له دم. قلت له حبيباتي شو في، شو بكم؟ ما رضيوا ادخل بيناتهم. قال لي ما في شيء. قلت له لك شو ما في شيء، هذا الدم هذا من ايش؟ قال لي لا، انطرقت في طرف الطاوله انا، اذا فكرك عم نتخانق لا ها، وبوسوا لذاك ما في شيء ابدا.